اتمنى وصلنا ولا قهوه ولا شنو؟ بلا بقول لكم بعد ان شاء الله في شي تحت ديالنا ولا عندكم لي بواس هو ولا عندكم قهوه كحله ولا عندكم شحال من حاجه. حنا دابا كنديروا التيست لوعو الكذبه الناس كيقول لنا غبرتو عمر ها فين غبرنا فين غبرنا اخويا ها فين غبرنا اخويا الديزاين الجديد اخوتي بلاتي نوريكم المحل كي ولا شوف دونك دابا انستغرام الناس كيقول لي راه غبرتي في ستوري كنحاول انني مره نصور لكم ولكن ما كيعجبنيش نصور لكم يعني انا في الدار وكنصوري دونك خص تكون شي حاجه باش نصور لكم هذا هو البلانك دونك دابا نساليو الصالون ونصوريو لكم دابا هما كنسمعهم داخل كيفكروا كيفاش يخرجوا وانا حاط رجلي هنا بربي اللي خرجوا ناري كون جبت ناري كون جبت القفل شي مشكل اخر مره المهم دابا نديروا لهم العفو نخرجوا ندير لهم بحال الحواله يوم جديد كله حياه شمس بتبتسم وناس وهوا والعصافير بتغني السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم هاني كلشي وهداك بغيت غير نسولكم على واحد اللعيبه مش غير انا بوحدي اللي كطرى لي ولا حتى نتوما ملي كتصب الشف كازا فجاه كينبتو شي حفرات اللي انت ما كتكونش حاطهم في بالك انا الحفارات ديال كازا كاملين حافظهم يعني واخا ماشي مغمض عينيا يعني حافظ كاينه حفره هنايا شحال دي 3 سنين الاخر 4 سنين ما تحيداتش يعني ما يعني حافظهم يعني عارف الحفاري ما غاديش يتحيدوا ولكن دابا مع الشتا تبارك الله كيتزادوا حفرات جداد فهمتي كنزيد نتعرف فهمتي وانا غادي في الطريق كنتعرف على حفرات جداد ما عرفتش واش الشتا اللي كتنزل قاصحه ولا الارض العشيه الصراحه ما فهمتش قلا الشتا يمكن الشتا اللي شويه نزلت قاصحه فانا فريمون عييت من كل مره نبدل البنوات يلا دابا قبل بشي ربع ساعه كنت غادي في الطريق كتب لي واحد بحال كاين الماء بحال واحد البلاصه صبه فيها الشتا فدس عليها فاذا بك لقى انها كانت حفره وحفره نيت هي ماشي حفره الصراحه هو مسبح فهمت هو مسبح فطرالي طرات نزل نوريكم شنو كاين نوريكم نصور لكم تشوفوا بعينيكم فانا بغيت نشارككم وصافي المهم اللي كاين في كازاي حضيره كاين واحد الحفاري جداد حدا الطريق وهادشي اللي كاينو كنتمنى من هاد الحفاري كنتمنى من هاد الحفاري تقادو ما تبقاش الشتا تصب بمجهده حيت الارض ديالنا ما كتستحملش ديك الشتا من الدراري كنضربو حنا المسمن انا والفرده الاول المسمن والحراشة الفرده الثاني اللي بقى في لمبه بقى ما ولاش فرده حاره هو انت فرده حاره شي هو بقى بارد انت مازال بارد ما جبتينيش ماما خديجه مانيش كيقول لك ماما قال خسر هضره خسر ماما غتسمعوا ماشي مشكل خالد ياك نضحك راهو ثاني قاسين ينادي السلام خويا قاسين كي داير لاباس عليك هاني كلشي وهداك المهم راه شفتي شنو كاين اخويا راه مشى لنا اخويا هادشي كامل المهم السلام خويا قاسين السلام عليكم المهم بغيت نقول لكم واحد الحاجه بغيت نقول لكم بلي راه المحل باقي مسدود كنعتذروا على هاد التاخير كنقول لكم شي حاجه مزيانه فهمتوا ولكن كنشوفوا كاين واحد الحاجه ترى كلشي غيتبدل ترى الجمال